لسه بحبه. انا ما عنديش شعر، انت عارفه انا شعري مش موجود. انا بتحدى اصاله المره دي، مش هتقدر تعمل كده. انا ما بقتش عارفه افتح فيسبوك شويه ولا يوتيوب ولا انستجرام من كتر ما بشوف شيرين بالقرع بتاعتها. خلاص يا جدعان، ايه يعني حلقه قرع؟ ابو عمرو اديب حلقه قرع ومحدش يتكلم. ما عنديش شعر. لا انتوا بقى بتطلعوا اي حد ترند على مزاجكم. عمرو اديب راجل مظبوط والناس كلها بتحبه وبقرع برضه، ليه ما طلعناهوش ترند؟ انت بتقول ايه؟ ولا يا جدعان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسم محمد وفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن شيرين عبد الوهاب. اكيد كلنا عارفين شيرين عبد الوهاب وكلنا سمعنا عنها، ما كانش يسمع عنها سمع عنها اليومين دول. طب كل الحكايه، شيرين عبد الوهاب اللي كان جوزها سام حبيب في مشاكل بينهم، كان بيضربها ومش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، بصراحه انا مش عارف الموضوع. المهم ان الموضوع وصل للطلاق. شيرين كانت مختفيه بقالها فتره طويله جدا على السوشيال ميديا، ما كانتش بتنزل اغاني. اسبوع تقريبا او كام يوم سمعنا بطلاق شيرين من حسام حبيب. المهم الناس اللي كانت مهتمه بالموضوع قعدت تنزل بوستات وتتكلم عن الموضوع شويه، مش ده المهم. المهم دلوقتي شيرين رجعت باغنيه جديده بعد غياب طويل جدا، اسمها القماص او قموصه، مش فاكر اسمها كويس، بس هي قماص قموص قموصه مش هتفرق. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ المهم شيرين عبد الوهاب نزلت الاغنيه والناس قالت ان هي اتكلم فيها عن حسام حبيب وكده. طب نيجي بقى للنقطه المهمه هنا، كان في حفله شيرين عبد الوهاب. المهم الحفله دي شيرين ظهرت فيها بشكل جديد خالص وعملت نيلوك جديد لشعرها. طبعا في الحفله دي شيرين ظهرت وقالت ان هي قويه ومبسوطه وبدات صفحه جديده مع نفسها. المهم في الحفله قعدت تهزر كتير وان هي مش فارقه معاها والموضوع خلص خلاص، زي ما تشوفوا دلوقتي بعض اللقطات من الحفله بتاعتها. مبسوطة اني معاكم ويا رب تقبلوني بشكلي ده، بس انتوا عارفين ان انا كده فقت. انا بحبك يا شيرين. انا والله خلاص انا بقيت سنت. كده بقى في الجوازة التانية ان شاء الله. خد بالك يا علي. لا خلينا زي بعض. تضحك انت ما تضحكش. انا هو ده. انا اكس باي. انا بتحدى اصالة المرة دي، مش هتقدر تعمل كده. يلا هتقولولي بقى شعر ولا كوفرات ولا هم، مفيش احلى من كده. بس شعري كمان مرة في الحماية، احساس حلو قوي. زي ما شفتوا كده الست شيرين طالعة في الحفلة مبسوطة وكل حاجة ومش زعلانة. الناس بقى تعمل ايه؟ شو بقى في اهتمام الناس؟ الفئه الاولى اللي هم تعاطفوا معاها، الفئه الثانيه بقى اللي هم مستهيفين الموضوع اللي هو مش فارقه معاهم الكلام ده خالص، اللي هو الموضوع تافه اصلا مش حابه التزويد في الموضوع او كده. المهم الناس قعدت تنزل صور وتتعاطف معاه، في ناس اخذت الموضوع بهزار وناس خدته على قلبها قوي. هم اللي في الموضوع اللي عجبني الميمز اللي نزل على الاستاذه شيرين عبد الوهاب، انا مش بتريق ولا اي حاجه، انا الموضوع عادي بالنسبه لي، اللي هو فارق معاه ولا مش فارق معاه. انا طالع اوضح اللي حصل بالظبط، جايب لكم شويه ميمز هنشوفها مع بعض. النقطه الثانيه مهمه، انا عارف ان دلوقتي الاعلام في مصر مستنيين شيرين تنزل باي طريقه عشان يستضيفوها معاهم، يعني زي مثلا زي منى الشاذلي كده مستنيه شيرين تنزل مصر باي طريقه ومستنيها على نار. استاذ عمرو اديب طبعا ما يستناش ان هي تنزل واستضيفها معاه، لا ده مكالمه هاتفيه على طول ويركب الترند من اوله. صباح الفل عليك يا ابو عمرو، خش على شغل بعض ولا ايه؟ طب ده كان ميمز كنت منزله على صفحتها على الفيسبوك، اللي مش عندها على الفيسبوك انزل تحت في الديسكربشن، ده الفيسبوك بتاعه الانستجرام. ده حال منى الشاذلي وهي مستنيه شيرين عبد الوهاب تنزل مصر، فالك اهو. طبعا زهقت من الوقفه خالص وادي قاعده. في ميمز نزل حلو قوي، لما تفركش وتروح تقلدي شيرين واتصلي اتقسف لك في نص الحلاقه، ده شكلك. لا بجد الميمز ده جامد. بالميمز التاني معانا ام يوسف. يا
اقسم بالله يا جدعان شبه وبالمل. طبعا الناس اللي مش فاهمه ام يوسف على اساس ان هي شبه ابو يوسف اللي هو بيغني راب، اللي هي صورته دي وصورتها ايه. في بص تاني نازل اللي منزل بص ده متعاطف معاه. الحكايه باختصار شين قررت تقص شعرها، دي تجربه صعبه وكسرت قلب وخذلان مش طبيعي. حبيبها شعر الست غالي ومن اهم صفات الجمال عندها، وبكده شيرين بتقول انها تقدر تتخلى عن اي حاجه مهما كانت غاليه عندها. اتحررت خلاص، ناس هتشوفها جرأه وتحرر فعلا وتحرر فعلا، وانها فائت من صدمتها وكده. بس انا شايفه ان اللي هي عملته ده قمه الوجع اللي جواها، انهيار وتعب نفسي وعدم توازن في شخصيتها وتصرف مش محسوب، تصرف من غير حساب، تعبير عن كسر ووجع جواها عارفه تفرغه وتعبر عنه، غير كده ربنا يكون في عونها. الخذلان وحش قوي. طب دي الناس اللي قلت لك عليه اللي هي بتتعاطف مع انها طلعت وقالت ان هي مش فارقه معاهم والموضوع خلص خالص. بص تاني نازل بيقول لك لاف يا قلبي، ده وجع قلبك يا شيخ. دي بقى ناس بتبقى مش عارفه حاجه عن الموضوع وعاوزه تلم لايكات. دي بقى الناس النورمال اللي بيقول لك لم تكتب الله في 10 كومنتات فاعلم ان الشيطان منعك. في بص ميمز نازل على الموضوع ده عن الناس النورمال دي، اجيب لكم يعني اهو. ما تدخل جروب نور النوع الاول، الراجل ده شتم الجروب، هو بيبقى جايب لك راجل في جسم تخين كده يقول لك الراجل ده شتم الجروب. تاني واحد من الناس النورم دي يقول لك لو خيروك بين امك وحبيبتك هتختار مين؟ قالت واحد من نوع النورم ده يقول لك هاي انا لسه جديد في الجروب، هترحبوا بيا ولا لف وارجع؟ هتبقى بطريقه شبحانه كاتب 1000 1000 ايه؟ واحد اتنين لا 1000 فعلا. خش على شغل بعض ولا ايه؟ اللي هو الف وارجع، اللي هو واد شبح بقى في نفسه. النوع الرابع من الناس دي عليا الطلاق انا مش كداب، حط لايك واقول لك مالك. لو لقيته كتاكيت في الكومنتات ما تقلقوش خالص، دول فقسوا. تاني بقى من الناس النورم دي اللي هو ايه؟ يقول لك اصحاب حروف اس وار واي وان وال وبي، ستاتيكم فرحه هذه الايام. عاوزين حاجه انا مش مكمل الفيديو ده. صح ده ما كانش موضوعنا. طب تعال نشوف الكومنتات على البوست اللي هو بتاع لاف يا قلبي ده، اللي مش فاهم اي حاجه حتى مش راضي على الكومنتات. في ناس كتير في الكومنتات مش فاهم ايه اللي حصل، لان كاتب لاف يا قلبي عاوز يلم لايكات وخلاص، مش كاتب اصل الموضوع ايه. ناس بقى مش فاهمه بتسال ايه اللي حصل. طب هو في ايه اللي حصل؟ زي ما قلت لكم حلقت شعرها بسبب ان هي اتطلقت من جوزها. بس في ناس متعاطفه معاها في الكومنتات لك يا جماعه هي قصت شعرها كل حاجه عندها، يعني مش فارقه معاها الكلام ده كله. في ناس مهتميه بالموضوع قوي واخده الموضوع على قلبها وكده. نوع بقى تاني اللي هو الشيء يقول لك لاف ايه يا عم، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال. والحديث صحيح وكل حاجه، بس هي ما عملتش ربه شنبه ودقنها، الشعر ممكن عادي تلبس صرحه وكده ومش هتدق. هم قال لك انا مش واخده الموضوع بجد، او الناس اللي تنزل تقول في الكومنتات وتسال انت ليه واخده الموضوع بسهوله كده. الكلام ده كله انا ما قلتش اي حاجه، من حقها تزعل وكل حاجه. قص شعرها ودنها ورجليها، بس مش الموضوع يعمل الضجه دي كلها. زي ما احنا عارفين الاعلام المصري بيعمل مرخره كزبره. عمرو اديب اللي هو نط في بدايه الترند وام مستضيفها معاه وركب الترند على طول. زعلان اللي على منى الشاذلي يا جماعه بجد، اللي مش هتعرف تركب الترند من اول. فعلا ليش انت اتاخر على ما تنزل مصر؟ طبعا منى الشاذلي لسه مستضيفه ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، واللي كان مكسر الدنيا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام وفي كل مكان. هو بيصرفوهم على حاجه تافهه صرفتها عشان تعرف حاجه معينه، لو بتعرف مشكله يعني ملهاش لازمه ان احنا نعرفها او الناس تعرفها. مشكله بينا وبين في مشاكل كتير بتحصل في الناس، كتير عندها مشاكل اكتر من كده. المفروض الناس دي نقف جنبها وتظهر والناس تسمع عنها، تسمع هم ملايين، نطلع نعمل معاهم لقاءات بملايين الفلوس بتدفعها لهم عشان يعملوا معاكم اللقاء عشان تركبوا الترند. ولو بصينا حوالينا هنلاقي ناس كتير عندها مشاكل اكتر من المشاكل اللي بنشوفها دي. الفرق بين الناس دي والناس اللي احنا بنشوفها مشهوره دي ان دول مشهورين ودول ما حدش بيسمع عنهم حاجه. من ده كله ما بيطلعوش يقولوا احنا عندنا وفينا والكلام ده كله، لذلك حتى لو الاعلام يعرف عنها حاجه مش بيتكلم عنهم، غير لو الموضوع قلب السوشيال ميديا وترند، يكون الحد ده مشهور عشان يطلع نعمل معاه لقاء واللي هو نساعده. الاعلام المصري بيستغل اي ترند حتى لو كان الموضوع ده تاب، مثلا ترند شيماء. طيب في بص كان نازل جميل جدا وعجبني، والبص ده يمكن انا عامل الفيديو ده علشان بص بيقول لا اهتم نهائيا بضرب حسام لشيرين ولا الطرب اللي كلم ياسمين عشان يطمنها ان ابرها مفتوح لها في اي وقت، والاخبار اللي زي دي ما بحاولش ابص فيها اصلا. بجد البص ده انا شايفه كان انا اللي كاتبه، ان انا فعلا كده، انا مهتم فعلا بالست الغلبانه اللي بتصحى ساعه الفجر عشان تفطر عيالهم وتستناهم لما يرجعوا من مدارسهم عشان تذاكر لهم وتربيهم احسن تربيه. الست اللي بتحوش قرشين من مرتب جوزها الضئيل عشان ما تحسسوش بضيق اليد وان هم يمدوا ايدهم لغيرهم. الست اللي بتعرف تدبق من هنا ومن هنا عشان عيالها يطلعوا عينهم مليانه ما يبصوش للي في ايد غيرهم. اليوم ما بتتعب بتاخد اي حاجه، بتاخد مسكن عشان توفر الفلوس لاولادها وتقولي على اولى بيه. عايزين تعملوا بطولات نسويه فعلا؟ بصوا في بيوك. ايوه انت اللي بتتفرج، اللي عاملين للناس دي قيمه. بصوا حواليكم في وشوش اللي شبهكم، بصوا في وشوش امهاتكم، هتلاقوا بدل القصه مليون قصه. انما عاملين صياح ومناحه لشويه مليونيرات عايشين في دنيا تانية خالص، هم ما يعرفوش عنكم اي حاجه، انتوا بالنسبه لهم شويه متفرجين بتزود لهم المليونيرات بتاعتهم، ده اسمه جهل. انا كده قلت اللي عنده وخلصت اللي عنده. لو شايف حاجه غير كده قولها لي تحت في الكومنتات وانا برد على كل الكومنتات. لو انت لسه جديد معايا اول مره اتفرج على انزل الشرف في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. بس كده يا رب ما اكونش زعلت حد مني. بس كده اشوفكم في فيديو الجاي. سلام. بطلع اغني في الرياض ولا في
في الكويت ولا في مصر ولا في الهند ب $20,000 ولا ب$30,000 ولا ب$1,000. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.